السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرماوي. درسنا النهاردة هيكون Grammar Reported Speech، الكلام الغير مباشر. Let's start. زي ما قلنا درسنا النهاردة Grammar Reported Speech، الكلام الغير مباشر. طبعا الجملة الغير مباشر لها ثلاث أنواع. هنبدأ بالنوع الأول اللي هو Statement، الجملة الخبرية. طبعا كلام مباشر زي اللي بيحصل بينه وبين حضراتك دلوقتي، اما كلام ريبورتد منقول او غير مباشر ده شخص بينقل الكلام عن شخص، دي بنسميه كلام غير مباشر. طبعا لتحويل الجملة الخبرية من الكلام المباشر الى غير مباشر هنشوف هنحولها ازاي. طبعا الجملة تتكون من جزئين، الجزء الاولاني بيبقى فعل القول فلان ست وفلان، وبين اقواس اللي انفرتد كوماس كده علامات التنصيص بيبقى فيه الكلام المباشر للشخص قاله. ازاي نحوله؟ نحول الفعل اولا فعل القول، لو لقيت سي بس او سيز بس او سيد لا تحول، ننزلها زي ما هي سي او سيز او سيد. اما لو لقيت سي تو في الجملة الخبرية بحولها الى تل، لو لقيت سيز تو بحولها الى تيلز، لو لقيت سيد تو بحولها الى تولد. فور اكزامبل هي سيز تو علي، هو قال لعلي احمد ويل ارايف ات 4 اوكلوك، احمد هيوصل الساعة 4. جملة بين أقواس زي اللي هي أحمد will arrive at 4 o'clock، دي جملة دايركت مباشر أو ريبورت أو أن ريبورتد. لما عاوز أحولها إلى ريبورتد أو إلى إن دايركت غير مباشر بحول سيس 2 إلى إيه؟ اللي إحنا شايفين بالأحمر أهو سيس 2 بحولها إلى إيه؟ إلى تيلز، دي أول خطوة. تاني خطوة بنحذف الأقواس ونربط بذات، طبعا ممكن أربط ذات أو مربطش بيها أسيبها زي ما هي براحتي، يعني ممكن نربط من غير ذات، أو ممكن أقول هي تيلز علي أحمد على طول أو هي تيلز علي ذات أحمد. وطبعا هنا عشان سيز مضارع لا مصعد الزمن فبالتالي نزلتها ويل ارايف كما هي ات 4 o'clock. تاني حاجه نحذف الاقواس ونربط ذات، زي ما قلنا ممكن نحول بدون ذات. رنا سيستو فاطمه زمان از ريدنج ذا بوك، عايز احولها بقت رنا تيلز فاطمه، حولت سيستو الى تيلز، شلت الاقواس وربطت بذات او ما ربطش بذات احول على طول، والزمان نزل زي ما هي از ريدنج ذا بوك. تالت حاجه تحويل الضمائر، ضمائر الفاعل داخل الاقواس. طبعا لما الاقي دول اقواس هي او شي او ات او زي لا تحول، مدناها كما هي. لكن لو لقيت اي او وي، يعني شوف المثال كده هي سيز ذي ار دكتورز، عايز احولها رحت قايل هي سيز ذات ذي ار دكتورز زي ما هي ما غيرتهاش. اما الضمير اي وي يتم تحويلهم حسب الفاعل اللي في اول الجمله اللي هو المتكلم. لما اقول هي سيز تو مي اي ويل تيك ذا باس، هنا هي عايدة على مين؟ على الفاعل هو هي، لكن جوه الاقواس اي عشان كده حولت سيس تو الى ايه؟ الى تيلز، شلت الاقواس ربطت بايه؟ بذات. جوه الاقواس اي عايد على اول الجمله الفاعل اللي هو مين؟ هي، عشان كده حولت اي الى ايه؟ الى هي. وطبعا ويل تيك ذا باص زي ما هي. رقم ثلاثة الضمير يو يحول الى مفعول الجمله. يو دايما جوه الاقواس تبقى عايده على المفعول اللي في اول الجمله، يعني لما اقول شي سيس تو علي يبقى علي هنا ده المفعول، يبقى انا احول الاي الى ايه؟ الى علي اللي هو هي. نشوف مثال كده يو كان جو اوت، تقدر تخرج، عايز احول سيس تو حولتها شي تيلز علي ذات، يعيد على علي انا حولتها لهي كان جو اوت. تاني حاجة الملحوظة بقى المهمة جدا، إذا كان فعل القول مضارع زي ما بنجمع أمثلة اللي فاتت لا نغير زمن الجملة داخل الأقواس، ولكن إذا كان فعل القول ماضي نحوله إلى إيه؟ إلى الحاجات اللي هنشوفها دلوقتي. لو لقيت present simple اللي هو المضارع البسيط بحوله إلى past simple ماضي بسيط. لو لقيت will بحولها إلى إيه؟ إلى would. لو لقيت present continuous مضارع إيه؟ مستمر، بحوله إلى past continuous إلى ماضي مستمر. لو لقيت may بحولها إلى إيه؟ إلى might. لو لقيت present perfect مضارع تام بحوله إلى past perfect ماضي تام. لو لقيت كان بحولها الى كود. لو لقيت present perfect continuous مضارع تام مستمر بحولها الى past perfect continuous. طب لو لقيت past simple بقى ماضي بسيط بحوله لاعلى منه اللي هو past perfect الماضي التام. لو لقيت ضمائر اشاره this بحولها الى that. لو لقيت these بحولها الى those. لو لقيت اظرف الزمان yesterday تحول الى the day before or the previous day. the day before أو the previous day. لو لقيت ago بحولها before، قال لي مثلا two days ago يبقى two days before. لو لقيت now بحولها إلى then.
لو لقيت last night هحول إلى the night before أو the previous night. لو لقيت tomorrow تحول إلى the next day. لو لقيت here ضمير ظرف المكان here أحوله إلى there. لو لقيت ظرف الزمان today بحول إلى that day. tonight بحولها إلى that night. إمتى الحاضر يتحول؟ لو فعل القول ماضي، يعني لابد أن يكون فعل القول ماضي عشان نحول هذه الأشياء. شوف الإكزامبلز كده. نمبر 1 بقول هي سيد تو مي، وقال لي I have to buy a car next week، مضطر أشتري عربية الأسبوع الجاي، عايز أحولها. حولت سيد تو زي ما أنتم شايفين بالأزرق إلى إيه؟ told. شلت الأخص وربطت بإيه؟ بذات. أي عايد على هي في أول جملة، حولت أي إلى هي. وطبعا have to و has to ماضيهم had to. باي اكار، وكلمة next week اتصعدت الى the following week. لما اقول the police said the thief escaped yesterday، اللص هرب امبارح، عايز احولها بقى the thief said، شلت الاقواس روابط بايه؟ بالذات. سوري the police said that the thief، وطبعا الجملة فيها escaped past simple ماضي بسيط، صعدتها الى had escaped past perfect ماضي تام، و yesterday تصعد الى the day before. نمبر 3 رنا said to me you must study hard، عايز احولها. حولت said to الى ايه؟ told. رنا told me، شلت الاخواص الراتب ايه؟ بذات. يو عايد على مي، حولتها الى ايه؟ الى اي. وطبعا الجمله فيها must، معناها يجب ان بحولها الى had to study hard. The last example بقول مستر برماوي said to me they must be rich، اكيد دول اغنياء. هنا must be يعني بالتاكيد. مستر برماوي حولت سيتو الى ايه؟ الى told me، شلت الاقواس ربطت بايه؟ بذات. قلنا زي ما تحولش تنزل زي ما هي، بس must be طبعا بالتاكيد في المضارع، الماضي منها must have been، غير must اللي معناها يجب ان اللي بتساوي have to has to بحولها الى had to، لكن must be هنا معناها بالتاكيد، الماضي منها must have been. بنكمل بعض الملحوظات الخاصه بالحاله الخبريه. اذا جاء جملتين داخل الاقواس يتم الربط بينهم ب and that أو and added that. لما أقول he said I traveled to Cairo yesterday، دي الجملة الأولى. I met my uncle، الجملة الثانية، عايز أحولها. رحت قال he said that، شال الأقواس روادنا بذات طبعا، حولت I عايز على أول الجملة هي، حولت I إلى هي. و traveled دي ماضي بسيط، بحولها إلى had traveled ماضي تام to Cairo، و yesterday بقت the day before. الجملة الثانية I met my uncle، ربطتها بإيه؟ بـ and that أو and added that he had met his uncle. طبعا met ماضي بسيط بصعدها إلى الماضي التام. يوجد بعض الحالات التي لا تحول فيها زمن الجملة داخل الأقواس، يعني في حالات ممنوع أصعد فيها الزمن، بسيبه زي ما هو مضارع. أول حاجة إذا كان الكلام داخل الأقواس حقيقة، زي نمبر 6 كده he said the earth orbits the sun، الأرض بتدور حول الشمس، دي حقيقة. رحت قايل he said that، والجملة زي ما هي the earth orbits the sun زي ما هي. تاني حاجة إذا قيل الكلام منذ فترة وجيزة، يعني لو قال لك now أو just now أو a moment ago 3 minutes ago، يبقى حاجة لسه حاصلة، بالتالي أنا صاع الزمن. he said to me just now، لسه قايل لي حالا I wrote two letters، حولتها. he told me just now، شلت الأقواس وربطت بإيه؟ بذات. اي حولتها لهي. وروت سبناها زي ما هي روت لي، عشان جاست ناو هنا الحدث لسه تام منذ فتره وجيزه. اذا كان فعل قول بعض الاقواس فاننا عند التحويل نبدا به. نمبر 8 I have mended the car said علي، انا صلحت العربيه علي قال كده. بقت يا ولاد بقى علي said that he had mended the car، دي حالات خاصه بقى. لما يقول he said no I am sorry، يبقى اقول هي ريفيوزد تو، رفض تو الفعل على طول وراها في المصدر. لما اقول هي سيد تو مي جود مورنينج، احولها الى هي ويشت مي جود مورنينج. لما اقول هي سيد تو مي ثانك يو، يبقى اقول هي ثانكد مي فور كذا. هي سيد تو مي كونجراتوليشنز، اقول هي كونجراتوليتد مي اون دي سبيشال كيسز، حالات خاصه يعني. تاني نوع في الجمله اللي غير مباشر، اللي هي الجملة الكويستشنز، الجملة الاستفهامية. طبعا عندنا نوعين من الأسئلة، في أسئلة تبدأ بفعل مساعد وأسئلة بتبدأ بأداة استفهام. أولا السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد نحول الفعل القول كالآتي. طبعا فعل القول في الحالتين بنحوله بالطريقة دي ask، طبعا ask
او اسكس او اسكد. طبعا لو سي تو بحولها لاسك، لو سي تو لاسكس، لو سي تو لاسكد. ممكن يطلب مني wanted to know، ممكن الاقي inquired استفسر، ممكن الاقي wonder او wondered مضارع او الماضي. تاني حاجة بنحذف الأخواس ونربط بإيه؟ if أو whether. إمتى بربط بإف أو whether؟ لو السؤال بادئ بفعل مساعد. ثم نبدأ بالفاعل ثم الفعل، يعني نبدل الفاعل مع الفعل، نحذف علامات الاستفهام ونضع في الآخر فول ستوب. تحول الأزمنة داخل الأخواس زي ما عملنا من شوية في الجملة الخبرية، جميع أظرف المكان والزمان والإشارة والأزمنة تصعد زي الجملة الخبرية بالظبط. لما أقول هي said to me، هو قال لي are you going out، على الخارج بره. حولت said to she asked him، شلت الأخواس وربطت بإيه if or whether، وحبدلت ار مع يو عايد على هم حولتها لهي، وار صعدتها لماضيها was او ايه او إيه. يبقى whether he was going out او if he was going out. هي ست منى can you carry this bag، ممكن تشيل الشنطه دي. رحت قال هي wondered، وخد بالك wondered و inquired ما بتاخدش مفعول، يبقى هي wondered على طول شلت الاخواس ربطت في ايه، ما ينفعش اقول wondered منى مثلا. هي wondered شلت الاخواس ربطت بايه بإف، وبقول لها كان يو منى، هبدل يو مع كان، يو عايد على منى، بدأت بمنى وصعدت كان لماضيها ايه كود كاري، وذس حولتها الى ايه ذات، وفي الاخر حطيت فول ستوب. اما عند التحويل بقى، لما يكون في اداة استفهام يتم حذفهم عند التحويل. لا معلش سوري، لو الجملة اللي قدامنا دي لو السؤال بادئ بدو او داز او ديد، طبعا احنا قلنا بنبدل لما الاقي ار وبدلتها، كان وبدلتها، لكن لو السؤال بادئ بدو او داز او ديد بنحذفهم. ولو السؤال بدو او داز يبقى الجملة مضارع بسيط بصعدها الى ماضي بسيط. طب لو السؤال بدأ بديد يبقى ماضي بسيط اصعده الى ماضي تام، يعني السؤال ما يبدأ بدو او داز اشيلهم والفعل اللي وراها اخليه في الماضي البسيط. لو السؤال بدأ بديد بشيل ديد والفعل اللي بعديها بخليه في الماضي التام. زي هنا رنا ست وفاطمة did you visit the high dam، حاولتها بقت رنا اسكت فاطمة، شلت الاخص ربطت بايه بإف، وشلت ضد خالص يعيد على فاطمة حولتها لشي، وشلت ضد بالتالي بشد لازم اجيب هاد، والتصريف الثالث من فيزيت اللي هي ايه فيزيتد ذا هاي دام وفول ستوب. ثانيا السؤال اللي بيبدأ بأداة استفهام، نفس اللي عملناه في الجملة اللي بادئة بالفعل مساعد او السؤال اللي بادئ بفعل مساعد، نفس الكلام بس بدل ما نربط بإف او وزر بنربط بأداة الاستفهام. نشوف الاكزامبل كده. He said to me how can you spend your time، حاولت ست وقلت هي اسكت مي، شلت الاخواس ربطت بايه بهاو، وبدلت كان مع يو، يو عايد على مي حولتها لاي، وصعدت كان لماضيها could spend my time. when are you leaving she said to him، عايز احولها she asked him when he was leaving. طبعا الاخواس شلتها وربطت بوين، وبدلت ار مع يو، يو عايد على هي حولتها لهي، وحولت ار الى ماضيها was او ايه او، يبقى he was leaving. he said to علي just now، فاكرين في الجملة الخبرية قلنا مع just now ما بنصعدش الزمن. how do you go to school، عايز احولها هي asked علي just now، شلت الاخواس وربطت بهاو، وطبعا شلت does خالص، وعارفين الفعل قلت لما اشيل does بخلي الفعل في الماضي البسيط، بس عشان just now مش هنصعد هنا فسبتها جو، بس عشان هي هخليها ايه جوز. ثالث نوع اللي هي الجملة الأمرية orders requests and advice، الأوامر و requests الطلبات و advice النصيحة. دي سهلة خالص، طبعا بنحول set to لعدة أشياء، ممكن أحولها إلى told أو إلى asked أو إلى advised أو إلى warned يحذر أو إلى begged يترجى، حاجات كتير جدا حسب معنى الجملة. نحذف الأقواس، ولو الجملة سؤال أمر مثبت بنربط بتو المصدر، مفيش تصعيد زمن هنا طبعا، ولو امر منفي بنربط بنوت تو والمصدر. طبعا اذا كان فعل القول مضارع تتغير الضمائر فقط، اما اذا كان فعل القول ماضي نغير الازمنه والكلمات الداله عليه. نفس الملحوظه اللي خدناها في الجمله الخبريه والجمله الاستفهاميه. هي سيد تو مي اوبن ذا دور، اوبن ذا دور بليز، حولتها بقت هي اسكد مي، شلت الاخواس وربطت تو اوبن ذا دور وشلت بليز طبعا. I said to Iman go to the doctor، حولت said to قلت I advised Iman to go to the doctor، يبقى حولت said to advised، شلت الأقواس ربطت ب to المصدر. take the patient's temperature EC درجة حرارة المريض، يبقى I told you
انا بقول لك I told you to take the patient's signal, temperature. I said to her sit down. I asked her to sit down. Said to her asked او ordered او requested اي شيء. شلت الغاز الرطب to والمصدر. محمد said to me don't play with fire. As محمد warned, عارفين warned يحذر, يبقى warned او asked نفس المعنى. Asked me, وطبعا not to play with fire, يبقى شلت don't play وخليتها not to play. دي مجموعة اختياري طبعا على direct وال indirect أو report speech. بقول فاطمة said, told, asked, says me what job I had. طبعا خلي بالك في what job, يبقى ده سؤال, يبقى أقول إيه, فاطمة asked me. تنفع told me بس لو في ذات جملة خبرية, أما said ما بتاخدش مفعول, و says ما بتاخدش إلا إذا كان معاها to. The policeman asked, told, ordered, denied me who had stolen my mobile. يبقى أقول the policeman asked me, سألني who had stolen my mobile, مين اللي سرق الموبايل بتاعي. ياسمين wanted to know, ياسمين عايزة تعرف why. طبعا why هنا لاحظ جاي فين يا شباب, في وسط الجملة. في وسط الجملة يبقى ممنوع يجي وراها فعل مساعد لأنها أصبحت أداة ربط. يبقى مينفعش أقول why did I work ولا why do I work. عندي إجابتين, why I worked أو why I work. طبعا wanted مضارع على ماضي, wanted ماضي, فبالتالي why I worked abroad. My friend told, asked, promised or wondered if I would attend his birthday party. سألني إذا كنت هحضر حفلة ميلاد. طبعا هقول my friend, طبعا خلي بالك مفيش بعد الأشخاص لا me ولا him ولا أحمد, يبقى مفيش مفعول, يبقى مينفعش wondered يا ده سأل, ولا promised ولا told, لأن كل دول بياخدوا مفعول. أسكت ممكن بدون مفعول وممكن بمفعول, يبقى my friend أسكت if, سألني إذا كنت. مستر برماوي أسكت مي, سألني I had children or not. طبعا طالما في or يبقى whether or not, سألني إذا كان عندي أطفال or not, عارفين whether or سواء أو لا. منار أسكت أسماء where she would travel, أين هتسافر, tomorrow ولا the day before ولا the following day ولا the day before. طبعا لاحظ معايا منار أسكت أسماء where she would travel, أين هتسافر. طبعا هنا أسكت مضارع على ماضي, ماضي, يبقى بالتالي tomorrow ما تنفعش, يبقى اللي عندي the day before و the following day و the day after. طبعا عشان عندي أسكت يبقى هناخد هنا ايه, أسكت منى would travel. طبعا would travel ده أصلها يا شباب أصلها will travel, يعني أصلها tomorrow تتحول إلى the following day, يبقى ناخد letter C the following day. محمد asks me, محمد سألني where I this evening, where I will go, would go, went, had gone. طبعا طالما أسكس, أسكس هنا مضارع على ماضي يا شباب, مضارع, يبقى مينفعش لا would ولا went ولا had, يبقى ناخد will go. رنا asked me just now, asked ماضي بس في just now, احنا قلنا just now ما بنصعدش فيها الزمن. I me here before, طبعا asked me if I, مينفعش طبعا met ماضي, had met, would meet الوحيدة المضارع if I have met, if I have met here before, إذا كنت قابلتها قبل كده. Our teacher asked us, مدرسنا سألنا if I the homework tomorrow. طبعا لاحظ معايا ملحوظة مهمة جدا, الجملة فيها tomorrow أهيا مش اتصعدت, يبقى الأستاذ لسه سألني حالا, يبقى that our teacher asked us is if I will do the homework tomorrow, يبقى ناخد will do عشان tomorrow ما تصعدتش, لكن لو كانت the next day كنا خدنا would do. إسراء asked me where, where جاي فين, في النص, قلنا ممنوع يجي وراه فعل ايه مساعد, ما ينفعش was living ولا am I living. يبقى عندي إجابتين I am living و I was living at that moment, يبقى هاخد I was living عشان هنا asked ماضي صعدنا, I am living but I was living at that moment. إيمان wondered if she helped me with my homework. طبعا إيمان wondered دي ماضي, الوحيدة اللي ماضي في الاختيار ايه could, يبقى أقول if she could help me. رنا asked me which subjects, سألتني أي المواد, asked مضارع على ماضي, asked ماضي, فبالتالي ما ينفعش are you studying ولا I am studying, يبقى عندي إجابتين
I was studying ولا was I studying. طبعا هاخد I was studying عشان جملة خبرية، وفي الآخر زي دي before كانت مفروض تبقى I had been studying، مش موجودة خلاص يبقى هاخد I was studying. Number 13. مستر أحمد asked me why. سألني why، why يا فين في النص، ما ينفعش why didn't I do ولا why hadn't I do I done. يبقى عندي إجابتين I didn't do و I hadn't done. My homework the day before، عندي في الآخر the day before يبقى ناخد hadn't done. Number 14. My mother inquired، والدي سألت أو استفسرت where، where جاية في النص برضو ممنوع يجي وراها فعل مساعد، ما ينفعش will we spend التانية ولا would we spend الأخيرة. يبقى عندي إجابتين we will spend أو we would spend. لاحظ في آخر الجملة بقول the following week، الأسبوع القادم، يبقى ناخد we would spend. Number 16. She asked him، سألته، if that his father had been ill. طبعا ما ينفعش اقول if do I ولا if did I، لان if ما يجيش وراها ولا do ولا did اللي هو ايه اللي هو فعل مساعد. يبقى عندي I know و I knew، هناخد I knew الاخيرة طبعا عشان asked ماضي. The surgeon asked the patient، الجراح سأل المريض، he suffered from a rise in blood pressure. طبعا asked the patient if he، طبعا هتبقى عندي he has ما تنفعش ولا having ولا have، يبقى if he had على طول letter C عشان asked ماضي. أحمد suggested encouraged insisted persisted on، عارفين on، عارفين insist on يصر على، يبقى ناخد insisted on أصر على. he begged his boss، هو تردد المدير بتاعه begged من الأفعال اللي بتاخد to مصدر، يبقى he begged his boss to take Friday off، ياخد Friday الجمعة off أجازة. فاطمة wondered where، where جاي في النص، ما ينفعش where was her book ولا where is her book الأخيرة. يبقى عندي إجابتين her been in، sorry her been or her been was، هناخد here been was. إيمان thanked her friend، شكرت صديقتها، عارفين thank بتاخد إيه for، يبقى thanked her friend for attending her birthday party أو her wedding party. can you tell me how much، how much جاي في النص، ممنوع أقول إيه الذكر ولا الأخيرة والذكر، يبقى الأولى أو التالتة. هناخد طبعا هنا can you tell me مضارع، يبقى can you tell me how much the car is. I asked him if he often، مفروض often بتيجي مع المضارع البسيط بس في الأول في asked ماضي، يبقى ياخد يا ولاد if he wrote poem. Rana asked me whether we are writing ولا could write ولا were writing ولا had written the card is then. لاحظ في آخر الجملة then، then دي أصلها يا شباب أصلها ناو، وناو على الزمنية المضارع المستمر أم إز وآر وإن جي، يبقى مصاعدها هصاعدها ماضي مستمر تبقى was أو were وإن جي، يبقى ناخد were writing التالتة. محمد أسكت سأل، أسكت أي مي ماي ماين، طبعا تبقى أسكت عايز ضمير مفعول يبقى أسكت مي لتربية. we our guide how to reach the temple، احنا المرشد بتاعنا ازاي نوصل المعبد، يبقى we asked our tower our guide. ليه؟ عشان ask بتاخد مفعول، انما said و inquired و complained يشكو ما بتاخدش مفعول. منار to leave the class before the lesson ended، طبعا منار refused رفضت to leave the class، تنفع agreed و تنفع offer و تنفع warned، بس هناخد refused to leave the class رفض عشان المعنى. طبعا محمد denying، عارفين deny الأفعال بتاخد جيران دي فعل مضاف لـ ing، يبقى deny denying anchor، طبعا deny the breaking the chair in the class، يبقى deny the breaking. شكرا، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى أن تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس ونكتب تعليق ونعمل سبسكرايب. شكرا.